استراتيجية روسية شبيهة بتلك التي اعتمدتها واعتمدها الاتحاد السوفيتي في محطة تشيرنوبيل عام 1986 عندما قام بتركيب رادارات عسكرية. هذه الاستراتيجية تعتمدها روسيا اليوم في محطة زابوريجيا التي حولتها لقاعدة عسكرية. تقرير صادر عن شبكة بي بي سي البريطانية الإخبارية كشف تفاصيل الاستراتيجية السوفيتية التي نفذتها في غابة نائية على بعد بضعة كيلومترات من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ومدى ارتباطها بما يحدث اليوم في محطة زابوريجيا، حيث قام الاتحاد السوفيتي حينها بتنصيب رادار دوغا والمعروف بتشيرنوبيل 2 والذي كان يعتبر من أقوى المرافق العسكرية في الإمبراطورية وإمبراطورية الاتحاد السوفيتي، إذ يتكون من مئات الهوائيات الضخمة والتوربينات ويصل طوله إلى 150 مترا ويحتل مساحة 700 متر، لكنه ترك مهجورا في أجواء تشيرنوبيل النووية. وحتى بعد عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي الذي أنكر وجود هذا الرادار، لا تزال القصة تطرح تساؤلات أكثر مما تعطي إجابات، ولكن الهدف الحقيقي من بنائه هو مواجهة تهديدات الصواريخ البعيدة المدى، بحيث يعتبر جزءا مهما من منظومة الدفاع المضادة للصواريخ وأسلحة الفضاء الخاصة بالجيش السوفيتي في التصدي للصواريخ الباليستية وكل المنظومات الدفاعية التي كانت تهدد سلامة الاتحاد السوفيتي. رادار دوغا كلف الاتحاد السوفيتي ضعف تكلفة محطة الطاقة على الرغم من إمكاناته العسكرية المشكوك في أمرها وفق مراقبين. ونظرا للسرية البالغة المحاطة بهذا الرادار، دمرت جميع الوثائق المتعلقة بتشغيله، وبعض هذه الوثائق حفظت في أرشيف موسكو بعد انفجار تشيرنوبيل.